في إطار حملتها التواصلية نظمت تأمينات لاتزيا وكيل عام أليانز المغرب بالذروة لقاءاتها الميدانية رغبة من مسؤوليها للتواصل بشكل مباشر مع زبنائها من شركات ومؤسسات ومقاولات أشخاص ذاتيين. وجاءت الحملة سالفة الذكر تزامنا مع قرب نهاية السنة الجارية، ما جعل كبار مسؤولي أليانز المغرب بتشاور مع وكيلها بالذروة الناصر إلى تقديم عروض لتأمين الأخطار بالشركات على المقاس، بالإضافة إلى مكافأة الزبناء على تأمين سياراتهم ومركباتهم. تأتي هذه الحملة التي تنظمها وتأمينات لزيان وكيل عام أليانز المغرب بالذروة والنواصر وبرشيد في إطار الحملات اللي كانت التواصلية مع المواطنين ومع الزبناء على طول السنة. أما في بما يخص هذه الحملة فلها صبغة خاصة، خصوصا أنها جاءت مع نهاية السنة، لأن السنة تقترب من نهايتها. ففكرنا احنا أليانز المغرب في إعطاء تأمينات على المقاس بالنسبة للشركات، وكل شركة على حدة عندنا لها تأمين خاص بها يناسبها وحاجيتها. أما فيما يخص الزبناء العاديين والمواطنين فاحنا فكرنا فيهم أيضا وجبنا لهم عرض خاص لهم، اللي هو أن أي زبون كيفما يكون نوعه غيدير التأمين دياله السنوي على السيارة دياله، فاحنا كنأكدوا له وكنلتزموا معه أننا غادي نعصروا له دار ديالو من جميع الحوادث والأخطار، من الحرائق ومن تسرب المياه ومن السرقة ومن تكسير الزجاج إلى غير ذلك بأقل من نصف درهم في اليوم. وتقدم تأمينات لاتزيان وكيل عام أليانز المغرب وأول وكالة لتقديم خدمات التأمين بالذروة والنواصر عروضا أكثر تنافسية وواقعية لمختلف شرائح الزبناء